بشرى أمين، مفوضة المحلية في الإعلام والتواصل بمنظمة الكشاف التطوعي فرع تفروت. اليوم كنشهدوا واحد الاحتفالية بأمسية طفل، خاصة الطفل الأملي، ومن ضمن الفقرات اللي كتتضمن هذه الأمسية هذه كاينة الفقرة الصحية عبارة عن حملة تخصيصية في موضوع ديال طرق تنظيف الأسنان وحماية الفم والأسنان من الأمراض والتسوس، اللي كينظمها لنا واحد الطبيب اللي جانا من الجمعية المغربية للوقاية من الفم والأسنان. هاد الحملة هادي تهم جميع أطفال المنطقة ديال الأمن اللي جاونا وزارونا في المركب سوسيو رياضي رفقة الآباء ديالهم. وطبعا بالإضافة لهاد الحملة التأسيسية غيكونوا هدايا اللي كتنظمهم هاد أو اللي كتعطيهم هاد الجمعية هادي ومفاجآت أخرى للأطفال.